ربع اجيلك يمكن البطوله برضو اكيد منطقه القاهره دي اكبر منطقه فيها فرق بتنافس. احنا عندنا وادي دجله اللي هو يعني يعتبر فرقه قويه، الشمس برضو فرقه قويه. كلميني عن البطوله والاستعداد كان قد ايه، ولو تفتكر هي بدات تقريبا قد ايه، يعني كلميني بشكل عام برضو عن البطوله. احنا ابتدينا تمارين من شهر 7 يعتبر. تمام. من اول يوم معانا فتنس ومعانا كابتن موحي مزودين قوي. مين كابتن نادر؟ كابتن نادر اه، هو من اول الاعداد وهو معانا من اول اعداد. تمام. فهو بيمرنا من اول يوم ومركزين معانا جدا، عشان احنا من اول يوم داخلين عايزين خلاص السنه دي بتاعتنا في كل البطولات مش بس القاهره، فاحنا كنا مظبطينها كويس جدا. وكمان حتى بتوع الفيرست كان بيتمرنوا معانا وبيتمرنوا مع فرقه الفيرست وكله، يعني حتى اللي بيرجع من المنتخب بيتمرن معانا وكلنا مظبطين جدا. وكابتن حمدي كان بيبقى قاعد في تمارينكم وكل حاجه. وكابتن ياسر برضه. كابتن ياسر. طب كابتن ياسر صراحه، طب انت شفتي فاكره امتى بدانا ماتشات؟ شهر كام؟ ابتدينا تقريبا شهر 10 تقريبا، يعني البطوله خدت لها بتاع شهر ونص. ابتديتوا شهر 10. طب الجمهوريه هتبتدي امتى؟ ان شاء الله يوم 25. خلاص يوم 23 اصلا. 23/11. ان شاء الله. ايه ده بسرعه. طب هي المفروض يعني بتقعد قد ايه الجمهوريه؟ بتاخد تتهيألي وقت اطول شويه؟ اعتقد الجمهوريه بتخلص شهر 3. يعني بتطول. طب الماتشات بتاعت 23/11 هتبقى فين ومع مين، ولا لسه من تفاصيلها من زمان؟ لا لسه منزلين الجدول. عندنا ماتش مع الشمس ان شاء الله على صالتنا. ممتاز. هتبقى رايح جاي ولا لا؟ ده من دور واحد، والاول اربعه بيطلعوا لدور ال 16. طب فاكره مجموعتكم مين في بطوله اول مجموعه، او المجموعه اللي جايه في بطوله الجمهوريه مين؟ اعتقد شمس ودلفي اتحاد سكندري و تالي مجموعه صعبه برضه، سيد الدقي وسيد اكتوبر. بس نتاهل عادي ان شاء الله. اول اربعه هم اللي بيطلعوا لدور الدور اللي بعد كده. لا ان شاء الله متوفقين باذن الله ان شاء الله. رنا، طب انت فاكره الماتشات اللي فاتت جمهوريه المنطقه وتصفياتها، فاكره احلى ماتش عملتيه او احلى ماتش؟ كان احلى ماتش كان الشمس. كان الشمس كان رحنا عاليه فيه قوي. انهي واحد، الاولاني ولا الثاني؟ الاثنين. بس الثاني كان رحنا اعلى. وكنا بنلعب احسن، يعني كنا مظبطين كل حاجه مع بعض. لما كمان بتوع الفيرست نزلوا فعرفنا نظبط كل حاجه، بصيره ظبطنا معاها وحاولنا نظبط كل حاجه في الملعب يعني. ممتاز. انت 2004 يا رنا؟ طب كويس. انت لسه عندك سنه كمان ولا دي اخر سنه في 19؟ لا دي اخر سنه. دي اخر سنه في 19. طيب وادي دجله لو لعبناهم ثاني يكسبهم؟ اكيد ان شاء الله. حاسه كده. طب ايه يعني بردلين احنا خدنا الشوط الاول منهم ان شاء الله، بتهيالي مع الوقت ونتجرأ هتبقى الدنيا احسن. هي كانت ظروف ماتش مش اكتر يعني. ان شاء الله. بس ما هو ما هي خسرت ماتش وادي دجله. خسروا ايه؟ خسروا من الشمس. طيب يعني قصدي اقول لك ان احنا بنكسب الشمس عادي، فقصدي اقول لك هي موضوع نفسي بس. وكسبناهم السنه اللي فاتت واحنا بس نمنا بعد ما خدنا اول شوط، نمنا شويه فعاليوا علينا بس مش اكتر. طيب الجمهوريه بقى الماتشات اللي جايه مستعدين لها كويس؟ شايفه التمارين ايه اللي احنا ممكن؟ احنا حرفيا خدنا 5 أو 4 أيام اجازه بعد المنطقه بس، وبعد كده ابتدينا تاني عشان احنا عايزين ناخد ان شاء الله الجمهوريه والكاس. لو عملوا كاس يعني 5 أيام راحه بس او 4 أيام. طب كابتن محي جاي معايا الفقره الثانيه، هنعرف موضوع ال 4 أيام دول كانوا ازاي يعني. يعني 4 أيام ده قليل جدا يعني، ابسط حاجه تاخدوا 10 بس. واضح ان عندكم هدف. احنا عشان اللي هو الجمهوريه كان المفروض بيقولوا شهر ونص، بعد كده فجاه بقينا خلاص 25/11، فكنا عايزين نشد حيلنا اكتر ونعلي مستوانا اكتر. رنا، مين الاربعايه اللي بتحب تتفرج عليها في مصر ونفسك تبقى زيها في مصر؟ كانت نهلة سامح طبعا، حدوته ما لسه موجوده معاكم. ونصايحها وخبراتها معانا في الماتشات. معاكم في الماتشات. يعني نهلة سامح، خلي بالك نهلة تاريخ كبير جدا جدا، ناخد منها كتير. يعني اربعايه نموذج للاربعايه. طب وانت نفس الكلام بالنسبه لك يا روبا، مين الليبرو اللي انت نفسك؟ هو الليبروهات اللي موجودين في مصر كلهم سن قريب دلوقتي. فانت يمكن في مصر مش هيبقى ليكي الليبرو مثلا. لا بس انا كنت بحب ساره طلعت جدا. ساره بس ساره الجيل القديم. وندى وليد دلوقتي ما شاء الله كويسه جدا. بس وندى بينك وبينها 3 4 سنين. 4 سنين بس. فانتوا جيل واحد. يعني بس يعني لعيبه كبيره ما شاء الله عليها. والميزه في ندى ان هي برضو اول ما طلعت يعني برضو كانت زيكم كده. بتصعد على فترات صغيره. وبعد كده جالها فرصه. المكان فضي وفجاه بدا يبقى فيها الاعتماد، اتكسرت اول ما طلعت انا فاكر يعني ليها في دروبات. فان شاء الله نشوفكم يعني كلكم زيها. بس ما فيش جيل كبير اقصد اقول يعني. ما فيش جيل كبير، انا مش شايف في مصر ليبروهات سيدات اعمارهم كبيره. لا لا خالص بيتهيألي. لا ما فيش حد كله قريب من بعض. سيبك من اللي راحوا وجم وبتاع والكلام ده كله، بس اللي شايلين دلوقتي لا ما فيش حد. كلنا في عمر واحد يعتبر.